طبعا. نيجي بقى للاختراع اللي بعده اهو، انا مستنياكم. هعمل ايه؟ شوفوا، متبل الخرشوف، يمكن دي جديده شويه، يعني ايه، مش هكون شفتوها في حته قبل كده. هعمل بابا غنوج بس بالخرشوف، تمام؟ طعمه خطير، مش هيبان ابدا ده خرشوف، يمكن تاكل في سندوتشات بقى تحطيه جنب الاكل، حلو جدا، وطبعا برده قيمه غذائيه عاليه. طيب انا حبيت ادلع الموضوع شويه بايه؟ هحط زي ما انتم شايفين كده توم مشوي، عايزه تفتحيه وتحطي اللب بتاعه اللي جوه ممكن، مفيش مشكله، لكن انا هحطه على طول. فلفل مشوي هيخلي طعم البابا غنوج او السلطه بتاعتي فيها تدخين، في حاجه مدخنه، فهتديني نتيجه حلوه جدا. وادي البصل المشوي برده. طبعا انا شويتهم ازاي؟ حطيت الخضار ده كله عندي في صينيه فرن، دهنته شويه زيت بسيط، رشه ملح، وسبته حوالي 20 دقيقه تحت الشوايه، وكل 5 دقايق بفتح اقلبه ويبقى عندي تمام التمام. شويه ثوم، وادي حبه ملح، حلوين بقى يعني حبه ملح. طيب انا الخرشوف اللي عندي هنا عملت فيه ايه، او وضبته ازاي عشان اعمله في المرحله دي؟ نزلته في ميه مغليه بنقطتين عصير ليمون عشان بس ما يسودش معايا ويبقى لونه مش حلو، و10 دقايق على النار بكتير، طلعته صفيته هشتغل بيه على طول. فالموضوع سهل جدا وبسيط، انا مش هحط الخرشوف كله، حطه تدريجين عشان ايه الكبه بتاعتي تنعمه مظبوط. ناخد بقى عصير الليمون والطحينه وشويه من البقدونس او الكزبره. نروح بقى لهناك نشوف هنضرب الحلو ده ازاي. ناخد الغطا. عايزه تحطي توم باودر مش توم عادي، مش توم يعني فريش، مفيش مشكله، دي بتاعتك انت. لكن انا في السلطه دي بصراحه بحب التوم المفروم جدا. سمي بالله عشان حبايبي كده يشوفوا احنا بنعمل ايه. يلا بينا. اتفرم وابتديت اسمع صوت الكبه بتاعتي بتعافر، هعمل ايه؟ اروح رافعه ده ومنزله ايه؟ الزبادي. اتاكد بس ان انا فرمتهم كويس عشان انا كنت حطيت المواد السائله الاول قبل ما انعمه كويس جدا، الحاجه ما كانتش هتتفرم زي ما انتم شايفينها كده. تمام، وهنزل بشويه. يا صباح الهنا والسعاده يا استاذه منال. صباح الفل يا جميل. صباح الورد يا روح قلبي. جميلة قوي، تسلم ايديك على الخرشوف، فعلا احنا ناسيين الخرشوف خالص. خالص ناسيينه خالص خالص، قلت افكركم بيه بقى. مفيش حد فعلا يعني، هو كمان تحس انه مش متواجد قوي، بس موجود دلوقتي مجمد، فخلاص سهل قوي ان انا هعمل خرشوف، هنزل اجيب كيس على طول. لا حلو، تسلم ايديكي. بس فين بقى الحمام؟ فين بقى الحمام الكذاب اللي انا قلت لك عليه؟ حقك عليا ندى، دلوقتي تكتبه على طول واعمله لك الاسبوع ده، منك يوم الثلاث، ايه رايك؟ ماشي. وعايزين كمان، انا بصي يعني انا عايزه اجيب الفرخه وانا اخليها يا ست سوت، انا ما بعرفش اعملها. لا دي سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه صعبه. انا بروح كتير قوي للفرارجي وبقول له، بس يعني بياخد مني وقت ان انا لازم اقف ومش عارفه ايه والحاجات دي. بصي هحاول ان انا اعملها هنا، بس يعني ما اوعدكيش قوي لان الوقت عندي ضيق زي ما انت عارفه. هي بتاخد وقت فعلا. فانت لو متابعاني على الصفحه هعمل لك فيديو مخصوص على الصفحه ازاي تخلي الفرخه. خلاص خلاص، ما انا متابعاكي، انا بشوف فيديوهاتك بصراحه، يعني انت مميزه فعلا. ربنا يعني ربنا يكرمك، ربنا يفرح قلبك، منوره الدنيا كلها حبيبي. صباحك زي الفل، صباحك هنا وسعاده حبيبه قلبي، نورتيني. لا ده انا زعلانه، انت وحشاني قد الدنيا يا مدام. تزعلي عشاني، ما تزعليش مني. ليه يا روحي؟ الف سلامه، مالك مالك يا روحي؟ الف سلامه عليكي. لا انا دخلت بقى في موضوع عينيا تاني، وشفت بقى دكتور تاني عشان يعملها لي، هيعملها لي بنج موضوع يا توته، وانا خايفه ميته. لا يا حبيبتي ما تخافيش، كل حبايبك هيدوروا لك والله. انا ما استغناش عنك ابدا ابدا، اعرفي كده. انا بس بنكشك والله، انا عارفه ان انا في بالك. لا لا والله يا توته، ما يحصني عنك الا السجين على راي ما بيقولوا. حبيبه قلبي والله عارفه. انا عايزه كل اللي بيسمعني يدعي لي، لان انا خايفه حقيقي العمليه كبيره. يا حبيبتي ما تخافيش، وهتتعمل ببنج موضعي، وانا خوفة جدا. لا لا ارمي توكلك على الله، وكل حبايبك. انا بقول كده وغير دعواتكم كلكم حبايبي، ناس كتير والله بتدعي لي. ربنا ما يوقعكم في دي او يسكتوا شر المرض، ولا نشوف فيك اي حاجه وحشه، انت حبايبي كتير. الحمد لله الحمد لله. والله لسه امبارح كنت عند دكتور انف واذن،
فبقول له انا كذا كذا، قال لي لا ما تخافيش ان شاء الله خدي واعمليها. ارمي تكلك على الله انا هعمل كده والله، افوض امري لله بس كده. هو حل يعني طبعا طبعا الوقت يجري، انا لازم اسلم على الاستاذ شباعي طبعا وطبعا عليك وعلى جمالك وضحكتك اللي بتملى الدنيا سوسه، وبشكر ايه وبشكر استاذ محمد وبشكر الكاميرات الجميله. ايه الاكله الجميله دي؟ قولي للاستاذ سباعي وديها بعيد شويه، قولي للاستاذ سباعي وديها بعيد شويه. جوعناكي ولا ايه؟ ايه الاكله الجميله والله جميله ما شاء الله، ما فيش حاجه بتعمليها وحشه. قولي لي بتحبي الخرشوف ولا لا؟ ده انا بعشقه بجد، انا بجيبه وبفرزه لو للحشو وبقطعه اربع كده واعمله بالزيت والليمون احطه في شوربه. لا 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 بحبه جدا، بس الناس مش عارفه او غضبانين عليه مش عارفه ليه. لا والله بحبه، ده مفيد. انا عن نفسي سمعت ان هو مفيد للكبد، مفيد فانا باكله مفيد. يعني اي حاجه مفيده للكبد اعملها. صح صح والله بجد. لا جميل جدا، تسلم ايديكي والله، تسلم قلبك يا روح. الله يخليك حبيبه قلبي يا مدام ناديه، ويا رب يا رب يعني اسمع عنك كل خير حبيبه قلبي. صباحك ورد وسعاده وهنا. طيب شفتوا بقى الطاجن؟ انا مش هدخله الفرن بصراحه، انا هسيبه كده باشا على الكاونتر عندي عشان شكله يفرح. يعني اكله سهله جدا وبسيطه. انا لو خدتوا بالكم ده وانا بكلم حبيبه قلبي مدام ناديه، حطيت عصره ليمون. الليمون بيدي ريحه وطعم حلوين جدا مع الخرشوف، يعني الخرشوف من الحاجات اللي بتحب يضاف عليها ليمون. طيب تعالوا نشوف بقى الماما غنوج بتاعنا ده، هل انتوا استنى عشان ايه ده شبه ايه؟ بابا غنوج اهو اهو، بس بايه؟ بخرشوف. يعني انا اعمل حاجه زي دي بمكون مختلف عن اللي احنا متعودين عليه، انا نقلت الوصفه في حته ثانيه خالص عشان ايه؟ ما نفضلش غضبانين كتير على الخرشوف. اقول لكم برده حاجه دلوقتي هناك، ناخد دي كده واجيب الطبق اللي انا هقدم فيه اهو. هفتح برده واحدة معاكم من الخرشوف واوريكم شكله عشان عرايسنا كده الجداد يبقوا عارفين تفاصيل التفاصيل. وهغرف معاكم طبعا، يعني ما اقدرش اخرج كده من غير ما ناخد طبقنا الحلو. نشيل حاجتنا، اسيب بس الكزبرة، ممكن اسيب ايه؟ ليمونة مثلا كده اهي، بما اني حاطه عصرة ليمون فاقدر احط ليمونة عادي، طالما عندي حطاها في الوصفة يبقى ادخلها في طبقي بدون اي مشكلة. اخد كده ايه اسباتشيلا. طيب تعالوا نشوف البابا غنوج، انا عندي فضول ادوقه بصراحه لان انا عملته طبعا في البيت قبل كده، بس شكله مغري ان الواحد ايه يدوقه. شيل بس دي. ويلا بينا اهو كده عندي، ناخد ده كده طبعا لسه دخله الفرن ده، بس هديله برده ايه رشه بقدونس كده تدلع عندي الموضوع. يلا بينا. ينفع اعمله في الخلاط؟ اه طبعا ينفع اعمله في الخلاط لو ما عنديش كبه، بس هزود شويه الطحين او الزبادي عشان ايه يبقى الموضوع معايا تمام التمام. طب انا هحط الاول هنا، خلينا هنا بما ان الطبق ده صغنون كده اهو. يلا بينا. عايزه ازود بقى القوام اخليه خفيف شويه، هزود شويه طحين او زبادي، ممكن تحطي مايونيز كمان، دي حاجه لسه جايه للبنات افكاري، تقدري ان انت تحطيها بكل سهوله اهو. بابا غنوج ده بقى ولا مش بابا غنوج؟ اهو وطعمه حلو جدا. فكره الخضار المشوي ادتني طعم مدخن، وده على فكره تعملوها كمان في البابا غنوج بقى، يعني مش لازم بس في الاختراع اللي احنا عاملينه ده، لا اعمليها عادي جدا في البابا غنوج هتديكي طعم روعه اهو كده. نظبط ده كده اهو، نشوف البقدونس هدي ايه، نقطه زيت، نقطه بسيطه صغنونه خالص، بما ان عندي ليمون كتير فايدي رايحه جايه ايه على الليمون اهو. شويه زيت اهو كده، وادي الليمونه الحلوه وبس خلاص. شفتوا السهوله؟ هقدم طبعا شويه خرشوف، هنقل من الطاجن ده دلوقتي حالا، نجيب بس منديل نوضب كده الدنيا وايه اوريكم الخرشوف. اخد كمان مقص عشان افتح لكم الكيس بتاع ساندرا، تشوفوا الخرشوف شكله الطبيعي